صباح الخير يا سيد الرجال. صباح الخيرات. ما بعرف شلون نمت مثل القتيل. حتى العشاء ما حدا ما داد ايده عليه. شو يعني يا عمري؟ عادي. لا بس ما في بالعاده. لا حسيت امتى انحط العشاء ولا شلون خفيت. مع اني انا يعني ما بحب النوم وهيك انا انشط من هيك والله. تعب تعب يا روحي. بعدين لا تنسى انه جرحك لسه ما طاب. اي القصص اللي مرقت عليك بهاليومين؟ اي والله واحد تاني غيرك بنام يومين بقى في بعضه. حاسس حالي مطرمخ مدودخ. في شي مو طبيعي لك سوريا. رح اعمل لك كاسة برتقال تصحيك وتفيقك مشان تفقلي تقبرني. ايه شو وينها؟ ما رضيت تجي تكسر السفرة وامبارح نامت بلا عشاء. لطيف هو اللي قتله لنادر وهو اللي عم يخطف الأولاد وهو اللي قتل المختار كمان. طولي بالك لك اختي طولي بالك. لبست الزلمة كل هالتهم وانت قاعدة بمطرحك ولسه ما ثبت عليه شيء. اختي بكره بيجيبوه بتشوفوا ملك وبتنكشف القصة يا هو يا ما هو. هيك؟ بهالروقان هاد؟ وحق نادر شو؟ يعني قصدك تقولي انه انا دمي بارد لك اختي؟ قصدي ولا ما قصدي مشان الله. واذا بدك تزعل مني زعل اخي. خلصنا بقى لازم نجيب حق ابننا. لك ابننا هاد انقتل هو وطفل صغير بريء. خلينا نروح على الكركون اخي. حاجة تحط لي العصي بالدواليب. خلاص من هون ورايح انا ما عاد اسمع كلمة حدا. واحكي اللي بدك يا اخي. يا ابي مشان الله اذا هو اللي قاتلك خليني روح اقتله وطفي النار اللي جواتي. لا يا مو دخيلك مالي لقيانه.